النهارده انا معاك من جورنان مصر، شرفت باحمد يونس جدا، والنهارده في افتتاح قهوه المعلم احمد يونس. كلمني عن القهوه شويه، وليه فكرت ان انت تعمل قهوه يونس؟ هي اسمها قهوه المعلم، بس قهوه المعلم يونس ده انا. تمام. فكرت عشان بقالي وقت كده انا واصحابي الاصدقاء الابتدائي والاعدادي كانوا عايزين نعمل، عارف ان هو مشروع ايه يا جماعه، احنا الثلاثه مع بعض، ففي كل واحد يقترح، حد يقول مطعم مش عارف ايه، في الاخر يعني لقينا اتفقنا جميعا ان هي تبقى مكان الناس تحبه وقد كان. زي ما شايفه ان فكره الكافيه بتتعارض مع التعاقد بتاعي، مش مساله بقى ان هو فكره قهوه او مش قهوه، لا فكره التعاقد بتاعي ما يسمحش. وكمان ان الاداره شايفه ان يعني لازم يكون في موافقه كتابيه، هو في الاول وفي الاخر هو مشروع بزنس. فاتحه بيزنس مش علاقه بالفانز بتاعك من شغلك؟ ابقى كداب قوي يعني لو قلت ان انا فاتحه، يعني هو بيزنس ولا من وجود الناس اللي بتحبني بقى، فانز مش فانز، قرايبي ولا خالتي، اي حد، كل دول مش ليه علاقه. ان احنا بنخصص يوم في الاسبوع ليه مكان يوم لحد الناس اللي بتحبني تيجي تقعد معايا، بس انا الفكره ان انا مش هقدمه مكان اعلامي، مش هقدم برامج من هنا مثلا. ناورين مخصوص بهذا الجمع الجميل المعتاد اللي انا متعود كل مصيبه حاجه كلنا متجمعين. المكان ده يعني ان شاء الله يعني هيبقى ناجح ليكم بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. يعني انا عارف ان في ناس عندها اسئله كتير بس مش وقت. الاول عايزين نرحب الصديق راجل جدع الشاعر الرائع عمرو حسن. يعني عمرو من الناس اللي بيصبوط دايما، ف انا ما بعرفش اعمل الفيديوهات اصلا غير في البرامج. يعني ما اعرفش ان انا اعدي ناس بتقول لي استنى حد بضرب لخمه، يعني وانا نسيت ازيع اصلا، كان بيزيع ازاي اصلا. فعمرو هيتحفنا بكام حاجه حلوه الاول دي، وبعد كده بقى يعني انا عارف ان في ماتش وفي مش عارف ايه، فانا هنسيب المايك معاه وهو كان ممكن نتجوز ونجيب اطفال سوزك تشبهنا ونقضي السهره بنتفرج على فيلم قديم وننام بنفكر في حياتنا، فتقولي لروحك لو كان بيخوني كانت مناديله هتعرق روج، اضحك وانا نايم افرد لك ايدي فتنامي ببطء وتحط ايديك في ايديا. لو كنت استنيتي شويه، لو كنت استنيتي شويه كنت اذاكر لعيالنا حساب واشتكي من نقص الملح في اكلك، اديك المصروف الشهري فيضيع نصه في تنفيذ الاوضه وستاره البلكونه البحري، يهل علينا الشهر التاني نقعد نحسب له، العب في التراس مع ابوك طاوله واتغلب له، تضحكي اضحك تنتهينا الغدا نتغدى، كان زمان العمر عدى خفيف عليا لو كنت استنيتي شويه.